جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا كفر الإنسان عن يمينه، وذلك بإطعام الطلاب في المدرسة جميعهم على أمل أن يطعم منها 10 مساكين حيث أنه لا يعرفهم، فهل كفارته صحيحة أم لا بد من إعادة إخراجها؟ وإذا أخرج مثلا كيسا من الأرض وأعطاه لعائلة فقيرة وذلك كفارة لأكثر من يمين، هل ذلك العمل صحيح؟ وما المقدار في إطعام كل مسكين؟ جزاكم الله خيرا. الإطعام كما نص الله جل وعلا عليه في القرآن، إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. المراد بالمساكين هنا الفقراء، فإذا كان الطلاب الذين أطعمهم في المدرسة فقراء فإن هذا يجزئ عنهم، أما إذا لم يكونوا فقراء أو كان فيهم فقراء وغير فقراء فإنهم إذا لم يكونوا فقراء فإنها لا تجزئ عنهم، عليه أن يعيد. أما إذا كان فيهم فقراء وفيهم من ليسوا فقراء فإنه يجب عليه أن يكمل عدد الفقراء ويلغي العدد الذي فيهم أغنياء. هو مقدار الإطعام لكل مسكين كيلو نصف من الطعام، وتكون كفارة اليمين 15 كيلو توزع على 10 أفراد من الفقراء لكل واحد كيلو نصف. وإذا دفعها إلى أهل بيت يتوفر فيهم العدد الشرعي وهم 10 أو أكثر أجزأت عنه، أما إذا كانوا أقل من 10 فإنه يخرج الباقي إلى فقراء آخرين، يعتد بعدد أهل البيت ويخرج الباقي إلى فقراء آخرين حتى يكمل 10. نعم.